دكتور توفيق، يعني فكرة حل الدولتين هل ترى بأنها لا تزال غائبة عن أجندة دونالد ترامب، أم أنه بعد ما مرت به المنطقة خلال هذه الفترة منذ أكتوبر قبل الماضي وحتى الآن، هل أدرك ترامب أننا بالفعل في حاجة إلى حل الدولتين، أم أنه لا يزال عند رأيه؟ أولا أهلا بحضرتك وضيوفك الكرام وبالسادة المشاهدين. وأشوف حضرتك بالنسبة لدونالد ترامب، الحاجة في تصوري الوحيدة التي ممكن تغير موقفه ويدعم حل الدولتين، وهو نوه لهذا في بعض المرات ولكن يعني ليس يعني تنويها ثقيلا يعني، لكن أقدر أقول الحاجة الوحيدة اللي هو ممكن تساعد هذا الاتجاه داخل الإدارة الأمريكية هو بضعة أشياء، منها أن بوضوح أن منظمة زي حماس دي وقيادتها تسلم الأسرى وتعلن أنها تريد الرغبة في السلام وتلغي دستورها اللي هو بيدعو لإبادة كل اليهود في البند السابع بتاعهم ويقبلوا التعايش مع الآخرين. إذا حدث هذا، دونالد ترامب راجل بتاع بيزنس، يعني يحب يخلص الإيه الديلز زي ما بيقولوا ويحل المشاكل. إذا حدث هذا فيبقى هم كده بيدوله الكارت اللي يقدر يتحرك بيه في هذا الاتجاه. إذا أصروا على هذه المواقف وأصروا على أن الأسرى المدنيين يفضلوا موجودين عندهم ورفضوا وجود الآخر ورفضوا أي تغيير مبدئي في وجود إسرائيل بجانبهم وتعايش سلمي، يبقى كده ترامب هيتجه لاتجاه. طب هي حماس اليوم أكدت أنها تتمسك بالدولة الفلسطينية، بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، ودعا ترامب للعمل وفق هذا المبدأ. هل ترى بأن هذا بادرة حسن نية مثلا؟ يعني بداية تواصل، ولكن هنا أصلها وصل المرحلة حضرتك ملهاش غير حلول واضحة بالنسبة للي شايف الوضع هنا من جوه وصريحة، إن هي الكلمات اللي هي تقدر تقول دبلوماسية دي ما بقتش للأسف تنفع في الوقت الحالي بعد ما وصلنا للمرحلة دي. مرحلة فيها تشابك شديد جدا، فيها صراع ضخم، فيها مدنيين بيتأذوا من الطرفين، فكل طرف لابد أن يصل إلى سقف قدراته، أن يكون متسقا يعني مع نفسه في سقف قدراته. يعني عرض أقوى من كده عشان ترامب يتحرك في اتجاه الدولتين. نعم.